انه يجي عند الوالد مع ابن عرفت، قال الوالد سعد الله يرحمه يا ابو خالد بن عرفج سوى كذا وسوى كذا. الوالد ينبسط يقول اتمنى تشب بينكم الاثنين، ولكن المشكله انكم ما تزعلون، انا اتمنى انكم تهجرون بعضكم بعض، ولكن مو بحاصل. نظرت قال له ابو ابراهيم انت بتصير ابليس بيننا؟ قال اتمنى اكون ابليس بس تزعلون، ولكن ما تصبرون على الشيء هذا. وكان قصائد مضحكه، انا ما ادري كيف الشيخ محمد الله يرحمه يتقبلها ويضحك، يضحك إذا قالها الشيخ ابن الله يرحمه ابن عرفج، كان يتقبلها بصدر رحب يعني بشكل طيب.